ورا كل انتصار عظيم بيبقى في ناس بيتقال عليهم جنود مجهولة كان ليهم دور ملموس في الانتصار أو البطولة، ودول بالتأكيد بيكون ليهم كل التقدير وكل الاحترام. لكن اللي بتكلم عنه مش جندي مجهول، لكن تقدر تقول كده عليه بقى واحد من أهم الملهمين داخل النادي الأهلي، وهو عم حارس يا جماعة، عامل غرفة ملابس النادي ومسؤول المهمات، اللي احتفل بالحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وكتب عنه وقال: قضى عامل غرفة ملابس الأهلي عم حارس 47 سنة داخل أسوار نادي القرن، حمل دوري أبطال أفريقيا 9 مرات أكتر من أي شخص في التاريخ. وإحنا كمان بنقول لا عم حارس، انت طبعا حدوتة مصرية أهلوية بيعشقها الجمهور، ومليون مبروك لعم حارس ولكل عامل أو إداري كان ليه دور في تتويج نادي القرن باللقب التاسع في تاريخه.